بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قطب عثمان من قناة البستان الأخضر. إن شاء الله يا جماعة أنا برضو بصور لحضرتكم من داخل المشتل من عندي. أنا كنت اتكلمت قبل كده على فيديو على لو عند حضرتك سطح أو بلكونة وحابب إن أنت تزرعه فواكه أو موالح أو أي حاجة مثمرة. طبعا أنا اتكلمت على نوع التربة المستخدمة إيه، اتكلمت على نوع الأشجار اللي إحنا المميزة اللي ما بتعملش حجم كبير ايه هي، اتكلمت على ازاي طريقة الري، طريقة التسميد، ده كله بإذن الله هسيبه لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي انا اتكلمت عليه. طبعا انا بورح حضراتكم النهارده ان انا كنا زارعين شجرة يوسفي زي ما حضراتكم شايفين. بسم الله ما شاء الله، ادي اليوسفي. تمام، اليوسفي يا جماعة من الاشجار اللي انا بحب اخليها على السطح او في البلكونة، ويفضل على السطح لو عند حضرتك سطح فاضي يفضل ان انت تخلي اليوسفي لان ما بيعملش حجم كبير زي ما حضرتك شايف. الشجرة دي تتراوح عمرها سنتين، تمام، طرحة بإنتاج غزير زي ما حضرتك شايف كده. ده اليوسف البلدي يا جماعة، ده اليوسف البلدي. اتكلمت على طريقة نقل اليوسف البلدي ازاي من كيس الى قصرية كبيرة، واتكلمت على نوع القصاري المستخدمة، كل ده هتلاقوه في الفيديو اللي انا هسيبه لكم في صندوق الوصف زي ما حضرتك شايف كده. بسم الله ما شاء الله، ادي اليوسفي. تمام، وطبعا دي يعتبر شجرة لسه شجرة قزمية، شجرة صغيرة ما ادتش حجم كبير قوي. تمام، طيب، واتكلمت على المانجا زي ما حضرتك شايف. المانجا القزميه برضو دي من انواع المانجا القزميه. انا بتكلم لحضرتك بقول لك ان وحضرتك بتختار انك تزرع شتلات فوق السطح، طبعا لازم الحاجه المفيده اللي حضرتك تستخدمها دي التربه وحجم القصريه، وثالثا اهم حاجه النوع الشجره او نوع الفاكهه او نوع الثمار حضرتك عايز تحطه ما بتعملش حجم. يعني انا ما اجيبش مثلا شجره توت واروح زارعها مثلا فوق السطح، اولا جذرها قوي. ما اجيبش شجره مثلا في انواع من الاشجار، يعني مثلا الجوافه برضو اشجار كبيره بتعمل حجم كبير. عندك مثلا الموز برضو بيعمل حجم كبير. في ناس بتزرع موز وتزرع الحاجات دي بس ما بتبقاش انتاجها غزير لانها بتحتاج ان هي تقصقص. طيب انا بقول لحضرتك على الاصناف القزميه اللي احنا ممكن نزرعها، طبعا اللي احنا نتحكم فيه في القصقصه زي ما حضرتك شايف كده، يعتبر على ايد من اليوسف البلدي. تمام، اتكلمت انا على اليوسف واتكلمت على طريقه التسميد بتاعته، وان شاء الله هتابع معاكم دايما على طول باستمرار اللي انا هشرح في حلقات كتير على بعض الاشجار لسه هتكلم عليها، الاشجار المميزه او الاشجار اللي هي ما بتحبش تاخد وقت او مساحه كبيره جدا على السطح. وادي المانجا بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا دلوقتي في موسم المانجا. تمام، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس على الكل يجيلكم كله جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.